يوم التأسيس يتوافق مع تاريخ 30/6/1139 بناء على ما خلص إليه المؤرخون من معطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية، وتوحد فيها الناس وازدهرت العلوم وانتعشت الثقافة وأصبحت الدرعية عاصمة الدولة. الهدف من تخليد الذكرى بلا شك أن هذا القرار الذي صدر من قائد حكيم ومؤرخ مثقف، مؤرخ اهتم بشكل عام بالتاريخ وبتاريخ الجزيرة العربية بشكل خاص، وهو مصدر موثوق لتاريخ بلادنا. هذا القرار يدل على حرصه على إبراز الهوية الوطنية لأبناء وبنات المملكة وربطهم معرفياً بمؤسس هذا الكيان وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله. لا شك أن هذا القرار سيكون له التأثير الكبير في مستقبل أبناء وبنات المملكة ويدعوهم للفخر والاعتزاز ومزيداً من العمل والمثابرة في خدمة هذا الكيان ويزيد مسؤوليتهم تجاهه. من دلالات الرموز طبعاً يوم التأسيس صاحبه هوية بصرية مميزة أعلنتها المملكة العربية السعودية تحت شعار يوم بدينا. يظهر في منتصف الشارة أيقونة رجل يحمل آية الشارة ليرمز إلى ملحمة بطولية خالدة سطرها الرجال القادة الأبطال. النخلة هي رمز الهوية الثقافية ومصدر من مصادر الدخل والاكتفاء لدى الرجل العربي، والسوق رمز إلى الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي والحضاري، وأيضاً الخيل رمزت للأصالة والفروسية، والسجارة ترمز لهواية الصيد بالصقور في الجزيرة العربية. كما أن لكل هذه الرموز دلالات وأبعاد جوهرية تاريخية واجتماعية وطنية متنوعة. هذا اليوم هو مناسبة وطنية خالدة تعيدنا إلى تاريخ تأسيس دولة عظيمة نعيش في كنفها اليوم، أسسها الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 قرون، وتسلط الضوء على العمق التاريخي والحضاري والثقافي المتنوع، وتسطر الوفاء لكل من ساهم في ذلك المجد للوطن من ملوك وأئمة ومواطنين ومواطنات.